بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم إن شاء الله شرح الوحدة الخاصة بمخصصات الاسم. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن مخصص من هذه المخصصات هو الحال، واليوم إن شاء الله نتحدث عن مخصص آخر من مخصصات الاسم هو الاستثناء. وأنا لا أمل دائما من تذكرة حضراتكم بالمخطط الذي نرتب على أساسه أبواب النحو العربي، وبأن هذا المخطط يتصل بتكوين الجملة. اتفقنا على أن الجملة العربية مركب إسنادي ومجموعة من المخصصات. المركب الإسنادي يتكون من أركان الإسناد، وأركان الإسناد في الجملة الإسمية هي المبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعلية هي الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل. والمخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات للحدث ومخصصات للاسم. في هذه الوحدة ندرس مخصصات الاسم. بدأنا بدراسة الحال وندرس اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة الاستثناء. نبدأ بالحديث عن معنى الاستثناء ولماذا هو من مخصصات الأسماء. معنى الاستثناء ولماذا نضعه في هذا المكان بين مخصصات الاسم. معنى الاستثناء هو الإخراج، أن تستثني اسما من اسم عام يدل على مجموعة من الأسماء ثبت له حكم من الأحكام، فتخرج بعض ما يدخل تحت هذا الاسم من هذا الحكم. يعني عندما تقول حضر الطلاب، أنت تثبت الحضور، معنى الإسناد أنك تثبت الحضور للطلاب، تسند الحضور إلى الطلاب، تنسب الحضور إلى الطلاب، لكنك تريد أن تخرج بعض الطلاب من حكم الحضور فتقول حضر الطلاب إلا زيدا، حضر الطلاب إلا زيدا، أو حضر الطلاب إلا عليا. أنت أخرجت علي من الحكم الذي ثبت للطلاب. هذا هو معنى الاستثناء، هو إخراج اسم من الأسماء من حكم ما قبله عن طريق أداة من أدوات الاستثناء. هذا التعريف الذي أمام حضراتكم هو تعريف الاستثناء، إخراج اسم من الأسماء من حكم ما قبله عن طريق أداة من أدوات الاستثناء. ويجب أن يكون هذا الإخراج عن طريق أو من خلال أداة من أدوات الاستثناء حتى نقول عنه إنه مستثنى. يعني إذا أخرجناه بأسلوب آخر بدون أداة لا نقول عنه إنه مستثنى. يعني إذا قلت حضر الطلاب بدون علي، المعنى أنا أخرجت علي من الحكم الذي ثبت للطلاب، لكنني لا أقول عن علي في هذه الحالة إنه مستثنى. أو حضر الطلاب وغاب علي، أو حضر الطلاب لكن عليا لم يحضر. في كل هذه الحالات أنا لا أتحدث عن الاستثناء. الاستثناء يجب أن يكون الإخراج من خلال أداة من أدوات الاستثناء. لماذا نقول إن الاستثناء مخصص من مخصصات الاسم؟ هو يخصص الاسم أو يحدد الاسم ويقيده، لأن معنى الاستثناء كما قال علماء الأصول هو التقييد والتخصيص. أنت لا كنت تتحدث عن عام ثم خصصت،
وفي شرح فكرة الاستثناء في كتاب النحو الوافي للأستاذ عباس حسن رحمه الله توضيح كبير جدا لهذه الفكرة التي ذكرها علماء الأصول. علماء الأصول كما اتفقنا عندما نقول علماء الأصول نقصد علماء أصول الفقه، ذكروا أن الاستثناء مخصص واستخدموا كلمة التخصيص أو مقيد واستخدموا كلمة التقييد في تعريفاتهم. الأستاذ عباس حسن يشرح الفكرة بشكل جيد عندما استخدم مفهوم الطرح الذي نستخدمه الآن في الحساب الجمع والطرح، فقال إن الإخراج هو الطرح، فعندما نقول حضر الطلاب إلا زيدا فإن معنى ذلك أنه حضر الطلاب ناقص زيد، حضر افتح قوس الطلاب ناقص زيد، كأن الذي حضر هم الطلاب المطروح منهم زيد، المستثنى منهم زيد، المخرج منهم زيد. وبهذا نفهم لماذا يكون الاستثناء تخصيصا للاسم، لأنك عندما تقول الطلاب المطروح منهم زيد تكون قد خصصت الطلاب، فليس كل الطلاب قد حضروا وإنما الطلاب بعد طرح زيد منهم. فلهذا المعنى نقول إن الاستثناء مخصص من مخصصات الاسم. أرجو أن تلاحظوا معي أيضا أن المستثنى منه يجب أن يدل على متعدد، واسم يدل على متعدد لأننا نطرح منه المستثنى، فكيف نطرح منه إذا كان يدل على واحد أو لا يدل على متعدد؟ فمكونات أسلوب الاستثناء هي المستثنى منه، مكونات أسلوب الاستثناء المستثنى منه وهو اسم يدل على متعدد، وأداة الاستثناء. المكون الثاني من مكونات أسلوب الاستثناء هو أداة الاستثناء، وأم الباب كما يقول النحاة أو الأداة الرئيسة الأداة المهمة هي إلا، وتستخدم أيضا للاستثناء الأدوات غير وسوى وخلا وعدا وما خلا وما عدا وما حاشا، خلا عدا حاشا وما خلا وما عدا وما حاشا، على خلاف هل تدخل ما على حاشا أو لا تدخل، لكننا نقول حتى يضطرد الباب إنما تدخل على كل هذه الأدوات. ولا نقول كما قلت لحضراتكم إن الأسلوب للاستثناء إلا إذا كان المعنى معنى الإخراج أو معنى الطرح يتحقق من خلال أداة من هذه الأدوات، لكن إذا تحقق بطريقة أخرى وطرائق اللغة في التعبير عن هذه الفكرة الإخراج كثيرة فإننا لا نقول إن الأسلوب أسلوب استثناء. يعني عندما نقول حضر الطلاب ولم يحضر زيد، حضر الطلاب وغاب زيد، حضر الطلاب لكن زيدا لم يحضر، حضر الطلاب بدون زيد، في كل هذه الحالات لا نقول إن الأسلوب أسلوب استثناء. الركن الثالث من أركان أسلوب الاستثناء هو المستثنى الذي نخرجه، الذي نطرحه، الاسم الذي نطرحه من المستثنى منه الذي يدل على متعدد. تعالوا نصنع هذا التدريب حتى تترسخ فكرة الاستثناء في أذهان حضراتكم. حدد أركان الاستثناء المستثنى منه والمستثنى والأداة في الجمل التالية: اجتاز اللاعبون اختبار المنشطات إلا لاعبا. المستثنى منه الاسم الذي يدل على متعدد ونطرح منه اسما آخر هو اللاعب، حضر اجتاز اللاعبون، اجتاز اللاعبون، اللاعبون مستثنى منه، وأداة الاستثناء واضحة جدا إلا والمستثنى لاعبا. إذن نقول إننا أمام أسلوب استثناء. إذا قلت بدون لاعب واحد أو لم يحضر لاعب واحد لا نكون أمام استثناء.
لا أشرب المنبهات على الشاي أو خلى الشاي. لا أشرب المنبهات، المستثنى منه الاسم الذي يدل على متعدد نطرح منه اسما آخر هو المنبهات، وأداة الاستثناء عدا أو خلى، والمستثنى الشاي. المطروح الذي نحذفه من هذا المستثنى منه هو كلمة الشاي. لم يرصد من الطلاب إلا طالبا، المستثنى منه، المحذوف منه، المطروح منه الطلاب، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى طالبا. قرأت الصحف ما عدا صحيفة، قرأت الصحف ما عدا صحيفة، المستثنى منه الصحف، وأداة الاستثناء ما عدا، والمستثنى صحيفة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا شطر بيت للبيد بن ربيعة الشاعر الجاهلي المخضرم الكبير. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، المستثنى منه كل شيء، والمستثنى الله سبحانه وتعالى، والأداة الاستثناء ما خلا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لاحظوا معي في كل هذه الأمثلة لدينا اسم نخرجه من حكم ثبت لاسم آخر. لدينا اسم هو المستثنى، نخرجه نطرحه من اسم آخر ثبت له حكم في هذه الجملة. قواعد الاستثناء، قبل أن نبدأ في شرح تفاصيل قواعد الاستثناء التي تجدونها في الكتاب، أحب أن أقول لحضراتكم إن هناك قاعدة يمكن أن نسميها بالقاعدة الاستعمالية. يعني عندما نستعمل العربية، عندما نكتب بالعربية أو عندما نتكلم، يمكننا أن نستخدم هذه القاعدة البسيطة جدا البعيدة عن التفاصيل حتى لا نخطئ في باب الاستثناء أبدا. هذه القاعدة تقول في حالة وجود المستثنى منه، في حالة وجود المستثنى منه يمكننا أن ننصب المستثنى دائما. في حالة وجود المستثنى منه يمكننا أن ننصب المستثنى. هذا إذا كانت الأداة إلا، أو كانت الأداة خلا وعدا وحاشا، أو كانت الأداة ما خلا وما عدا وما حاشا. وإذا كانت الأداة غير أو سوى، نقول في حالة وجود المستثنى منه ننصب، يمكننا أن ننصب غير وسوى، وما بعدهما يكون دائما مجرورا، وما بعدهما يكون مجرورا. طبعا سوى تنصب بعلامة مقدرة، لكن غير تظهر عليها الفتحة علامة النصب. إذن سيكون النصب صحيحا. أنا أقول يمكننا أن ننصب إذا وجد المستثنى منه، سيكون النصب صحيحا بشكل دائم، سواء كان النصب جائزا أو كان واجبا، ليس مهما، ما دام النصب صحيح يبقى أنا أتكلم كلاما صحيحا وأكتب بلغة صحيحة إذا كنت أمارس نشاطا كتابيا. ففي حالة وجود المستثنى منه انصب وتوكل على الله، سوف يكون النصب صحيحا دائما. هذه قاعدة بسيطة جدا، ويمكن أن نستخدمها دائما عندما نتكلم للأصدقاء الذين سيعملون في باب الترجمة الفورية، أو للأصدقاء الذين يعملون في الخطابة، أو يدرسون، أو يستخدمون العربية في الفصحى في ارتجالا، يجب أن يستخدموا هذه القاعدة البسيطة. وعندما ندرب بعض الأصدقاء على أن يكونوا متحدثين رسميين باسم الهيئات أو الوزارات المختلفة، نستخدم هذه القاعدة البسيطة معهم. إذا وجد المستثنى منه انصب،
انصب المستثنى أو انصب غير وجر ما بعدها. القاعدة صحيحة وهي مضطردة، ولا يهمني أن يكون النصب واجبا أو جائزا، المهم أنه صحيح، المهم أنه صحيح. هذه القاعدة الاستعمالية يمكننا أن نستخدمها وتريحنا كثيرا. بعد ذلك نذكر تفاصيل قواعد الاستثناء، وهي تهم من يدرس أو من يدرس. من يدرس لأنه سيمتحن، ومن يدرس لأنه مثلما أفعل لحضرات مع حضراتكم الآن لأنه سيدرس هذه القواعد. أما من لا يدرس ومن لا يدرس فيكفيه أن يعرف القاعدة البسيطة التي حدثت حضراتكم عنها منذ قليل، والتي أسميها القاعدة الاستعمالية. بالنسبة لتفاصيل قواعد الاستثناء يمكن أن ندرسها بطريقتين. الطريقة الأولى، نصنف المستثنى بحسب الأداة، إذا كانت الأداة إلا، وإذا كانت الأداة خلا وعدا وحاجة، وإذا كانت الأداة غير وسوى. يعني نصنف الاستثناء بحسب الأداة. الطريقة الثانية، أن نصنف الاستثناء، نصنف المستثنى بحسب الحكم، حكمه أحياناً يكون واجب النصب، وأحياناً يكون جائز النصب، وأحياناً يكون ممتنع النصب، يعني لا يجوز أن ننصبه. والقواعد واحدة إذا استخدمت هذه الطريقة أو استخدمت هذه الطريقة، فأنا أدرس بطريقة ونراجع القواعد بالطريقة الأخرى. نبدأ أولاً نصنف المستثنى بحسب الأداة، بحسب الأداة. بحسب الأداة المستثنى ينقسم إلى المستثنى بإلا، واحد، اثنان، أولاً الاستثناء بحسب الأداة، واحد، المستثنى بإلا، اثنان، المستثنى بغير وسوى، ثلاثة، المستثنى بخلا وعدا وحاشا، أو ما خلا وما عدا وما حاشا. تعالوا نبدأ بالمستثنى بإلا. المستثنى بإلا، المستثنى بإلا له ثلاث حالات. الحالة الأولى، إذا كان الأسلوب تاما مثبتا. ما معنى تام؟ تام أي المستثنى منه موجود. تام معناها المستثنى منه موجود. نجح الأصدقاء إلا زيدا، هذا أسلوب تام. لماذا تام؟ لأن المستثنى وهو الأصدقاء موجود. طبعا لا يمكن أن تحذف إلا، ولا يمكن أن يحذف المستثنى، الذي يقال إنه يمكن أن يحذف هو المستثنى منه. فمعنى التمام أن كل الأركان موجودة، المستثنى منه موجود، والأداة موجودة، والمستثنى موجود. فإذا كان الأسلوب تاما مثبتا، مثبت يعني غير منفي، ليس منفيا، لا توجد أداة من أدوات النفي. إذا كان الأسلوب تاما مثبتا يكون النصب واجبا، يجب أن ننصب ما بعد إلا. فتقول نجح الأصدقاء، كما في الأمثلة التي أمام حضراتكم، نجح الأصدقاء إلا زيدا، أجبت عن أسئلة الامتحان إلا سؤالا، المستثنى منه أسئلة الامتحان والأداة إلا، والمستثنى سؤال، المستثنى منه موجود. إذن هذا أسلوب تام، يجب أن ينصب المستثنى. زرت المدن السياحية في مصر إلا الإسكندرية، إلا الإسكندرية يجب النصب لأن المستثنى منه موجود والأسلوب تام، الأسلوب تام مثبت، إذن يجب النصب. أحب العصائر إلا عصير التفاح، أحب العصائر إلا عصير التفاح، المستثنى منه العصائر، فالأسلوب تام ولا توجد أداة نفي، فالأسلوب مثبت، إذن يجب أن ينصب المستثنى. أقول أحب العصائر إلا عصير
تفاحي، فكلمة عصير مستثنى منصوب على الاستثناء، يجب أن يكون منصوبا. فإذا المستثنى بإلا، الحالة الأولى له ألف، إذا كان الأسلوب تاما مثبتا يكون الحكم هو النصب، يجب أن ينصب المستثنى. باء، الحالة الثانية من حالات الاستثناء بإلا، إذا كان الأسلوب تاما منفيا، التمام معناه وجود المستثنى منه، والنفي معناه وجود أداة من أدوات النفي. في هذه الحالة يكون النصب جائزا، يعني يجوز النصب، يجوز أن ننصب، ويجوز أمر آخر هو الإبدال. الإبدال أي أن تعرب المستثنى بدلا من المستثنى منه، فإذا كان مرفوع فالبدل يكون مرفوع، وإذا كان منصوبا فالبدل يكون منصوب، وإذا كان مجرورا فالبدل منه يكون مجرور. ولذلك ستجدون في بعض الكتب يقولون النصب أو الإتباع، يعني أن يكون تابعا، تابعا يعني أن يكون بدلا. التوابع كما نعرف هي النعت والعطف والبدل والتوكيد، فالبدل تابع من التوابع لأنه يتبع حكم المبدل منه. في هذه الحالة، الحالة الثانية، إذا كان الأسلوب تاما منفيا يجوز أن ننصب المستثنى على الاستثناء، ويجوز أن نعربه بدلا من المستثنى منه، كما في الأمثلة التي أمام حضراتكم. الأمثلة السابقة نضع قبلها أداة من أدوات النفي، فيكون الأسلوب تاما منفيا، ما نجح الأصدقاء إلا زيدا، يجوز أن أنصب، ويجوز أن أقول ما نجح الأصدقاء إلا زيد. في هذه الحالة سنعرب زيد بدل من الأصدقاء، والأصدقاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن البدل سيكون مرفوعا، فنقول ما نجح الأصدقاء إلا زيد، ما أجبت عن أسئلتي لامتحان إلا سؤالا، يجوز النصب ويجوز الإبدال، أن نعربه بدل، بدل من المستثنى منه. المستثنى منه هنا في المثال الذي أمام حضراتكم مجرور، إذن يجوز أن أقول ما أجبت عن أسئلة الامتحان إلا سؤالا، ويجوز أن أقول أيضا ما أجبت عن أسئلة الامتحان إلا سؤال، بدل مجرور، بدل مجرور لأن المبدل منه مجرور. ما أحب العصير إلا عصير التفاح، كانت الجملة أحب العصير إلا عصير التفاح، هذا تام مثبت، في هذه الحالة يجب النصب. إذا كان تاما منفيا، إذا دخلت أداة من أدوات النفي، في هذه الحالة يجوز أن أنصب، فأقول ما أحب العصائر إلا عصير التفاح، ويجوز أن أعرب الكلمة بدل. وهنا في هذه الحالة سيكون البدل أيضا منصوب، لأن المستثنى منه مفعول، ما أحب العصائر مفعول، يبقى في هذه الحالة سنعرب عصير التفاح بدل من المفعول، وسيكون منصوبا أيضا، يعني هو منصوب في الحالتين أو في الاحتمالين. إذن إذا كانت الأداة إلا وكان الأسلوب تاما مثبتا يكون نصب المستثنى واجبا، وإذا كانت الأداة إلا وكان الأسلوب تاما منفيا يجوز النصب، ويجوز أن أعرب المستثنى بدلا من المستثنى منه. ولذلك اختصارا نقول يجوز النصب والإبدال، يجوز النصب والإبدال. الحالة الثالثة جيم من الحالات، من حالات المستثنى بإلا، هي إذا كان الأسلوب ناقصا منفيا، منفي يعني توجد أداة من أدوات النفي، وناقص يعني لا يوجد المستثنى منه،
المستثنى منه ليس موجودا في الجملة، وفي هذه الحالة نقول إن ما بعد إلا يعرب بحسب موقعه في الجملة، قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يأخذ وظيفة نحوية أخرى له موقع آخر، فهو يعرب بحسب موقعه في الجملة كأن إلا ليست موجودة. تقول كما في الأمثلة التي أمام حضراتكم: ما نجح إلا زيد، ما نجح إلا زيد. فأنت تعرب زيد فاعل مرفوع بمرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما ضربت إلا عليا، تعرب علي مفعول ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما مررت إلا بمحمد، فبمحمد جار ومجرور. ما أحب إلا عصير التفاح، عصير التفاح هنا سيكون مفعولا. وأرجو أن نلاحظ أن هذا الأسلوب في حقيقة الأمر ليس من باب الاستثناء، يعني يمكننا ببساطة أن نخرج هذا الأسلوب من باب الاستثناء ونريح أنفسنا. هذا أسلوب حصر أو أسلوب قصر، أنا أقصر النجاح في الجملة الأولى على زيد، والضرب على علي، والمرور على محمد، والحب على عصير التفاح. وهذا الأسلوب يمكننا أن نخرجه لأنه لا يوجد إخراج ولا داعي لأن نقدر ما نجح إلا زيد فأن نقول ما نجح أحد إلا زيد، لا داعي لمثل هذا التقدير. هذا أسلوب قائم بذاته من أساليب اللغة العربية، فإذا صنعنا هذا سنريح أنفسنا من هذه التفصيل. الاستثناء بإلا في حالة إذا ما درسنا باب الاستثناء وفقا للأداة، سنقول أولا الاستثناء وفق الأداة: واحد، المستثنى بإلا كان الأسلوب تاما مثبتا، النصب يكون واجبا، وباء، إذا كان الأسلوب تاما منفيا يجوز النصب والإبدال، وجيم، إذا كان الأسلوب ناقصا منفيا يعرب ما بعد إلا بحسب موقعه في الجملة. النوع الثاني من أنواع الاستثناء بحسب الأداة هو الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. اثنان، الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، وفي هذا النوع حالتان: ألف وباء. ألف في حالة وجود ما، يعني إذا قلت ما خلا وما عدا وما حاشا، في هذه الحالة يجب أن يكون ما بعد الأداة منصوبا، يجب أن يكون منصوبا، النصب واجب. وباء إذا قلت خلا وعدا وحاشا بدون ما، في هذه الحالة لك أن تنصب ما بعد الأداة يجوز النصب، ولك أن تجر ما بعد الأداة يجوز الجر. لماذا؟ لأن هذه الكلمات إما أن تكون أفعال أو تكون حروف جر، إذا كانت حروف جر فما بعدها سيكون مجرورا حتما، وإذا كانت أفعال فما بعدها سيكون منصوبا على أنه مفعول لها، فإذا دخلت عليها ما ستكون أفعالا بالضرورة، لأن ما لا تدخل على الحروف، ولذلك سيكون ما بعدها منصوبا. طبعا هناك خلاف في حاشا مثلا، هل تدخل عليها ما أو لا تدخل. أنا أحب أن يضطرد الكلام طالما أن الأمر جائز حتى ولو كان عند عدد قليل من النحاة، ولذلك نقول إذا دخلت ما ننصب، وإذا لم تدخل يمكننا أن ننصب ويمكننا أن نجر. ولذلك قلت لحضراتكم في القاعدة الاستعمالية في البداية إن النصب ممكن
إن النصب ممكن، لكنه يكون في بعض الأحيان واجبا ويكون في بعض الأحيان جائزا. هنا إذا دخلت ماء سيكون النصب واجبا، وإذا لم تدخل ماء سيكون النصب جائزا ويكون الجر أيضا جائزا. فعندما أقول في الأمثلة التي أمام حضراتكم ربح التجار ما خلا تاجرا، النصب هنا واجب لأن خلا دخلت عليها ماء فهي فعل، والكلمة المستثنى هنا ستكون منصوبة على أنها مفعول لهذا الفعل، يعني ستكون منصوبة في النهاية. فهم التلاميذ الدرس ما عدا تلميذا، ما موجودة إذا سننصب. قرأت الكتب المقررة ما خلا كتاب البلاغة، هنا أيضا النصب واجب، النصب واجب. إذا حذفت ما يمكنك أن تقول ربح التجار خلا تاجرا أو خلا تاجر. فهم التلاميذ الدرس عدا تلميذا أو عدا تلميذ. قرأت الكتب المقررة حاشا كتاب، حاشا كتاب البلاغة أو حاشا كتاب البلاغة. فإذا حذفت ما يمكنك أن تنصب أو تجر، لكن إذا كانت ما موجودة يكون النصب واجبا، إذا كانت ما موجودة يكون النصب واجبا. النوع الثالث إذا كنا سندرس باب الاستثناء بحسب الأداة هو المستثنى بغير وسوى، المستثنى بغير وسوى. والقاعدة ببساطة أن ما بعد غير وسوى يكون مجرورا دائما لأنه مضاف إليه، وغير وسوى تأخذان حكم ما بعد إلا. يعني ماذا يعني تأخذان حكم ما بعد إلا؟ تذكرون أن إلا إذا كان الأسلوب تاما مثبتا يكون النصب واجبا، وإذا كان الأسلوب تاما منفيا يكون النصب جائزا، والإبدال جائزا أيضا، يكون جائزا أيضا. وإذا كان الأسلوب ناقصا منفيا يعرب بحسب موقعه في الجملة. فلهذا نقول إن غير وسوى تأخذان حكم ما بعد إلا. الأمثلة توضح لحضراتكم. عندما أقول كتبت الدروس غير درس النحو، كتبت الدروس هذا أسلوب تام مثبت، إذا غير ستكون منصوبة واجبة النصب، لأن ما بعد إلا في هذه الحالة سوف يكون واجب النصب. يعني إذا قلت كتبت الدروس إلا درسا نحوي، ما بعد إلا سوف يكون واجب النصب، إذا غير ستكون واجبة النصب. وسوى أيضا ستكون منصوبة، لكن علامة النصب نقول عنها إنها علامة مقدرة، لأنني لا يمكن أن أضع سوى تنتهي بالألف، فلا يمكن أن أضع الألف أصلا حركة طويلة، فلا أضع حركة على حركة. النحو العربي يقول إن النصب يكون بعلامة مقدرة، غير يتضح معها النصب، ولذلك سنستخدمها في شرح الأمثلة. كتبت الدروس غير درس النحو، فإذا ما كان الأسلوب تاما منفيا، إذا أدخلت ما وقلت ما كتبت الدروس غير درس النحو، يجوز أن تعرب غير على أنها منصوبة على الاستثناء، ويجوز أن تعربها بدل، لكنها ستكون منصوبة في المثال لأنها المستثنى منه مفعول. لكن تعالوا نأخذ مثالا آخر في حالة الأسلوب التام المنفي، إذا قلت سافر الأصدقاء غير علي، سافر الأصدقاء غير علي، غير ستكون منصوبة، غير علي غير ستكون منصوبة،
على الاستثناء لأن الأسلوب تام مثبت. إذا قلت سافر الأصدقاء إلا ستنصب، إلا عليا، إذا غير ستكون منصوبة. لكن إذا قلت ما سافر الأصدقاء غير علي، يجوز أن تقول ما سافر الأصدقاء غير علي أو ما سافر الأصدقاء غير علي، فتعرب غير بدل تماما كما كنا نعرب ما بعد إلا إذا كان الأسلوب تاما منفيا. في حالة الأسلوب المفرغ يكون الإعراب بحسب الموقع في الجملة كما اتفقنا، ما نجح غير زيد، غير فاعل هنا، ما رأيت غير زيد، غير هنا تعرب مفعولا، ما مررت بغير زيد تكون مجرورة. فغير تأخذ حكم ما بعد إلا تماما بتمام، وما بعد غير يكون مجرورا دائما لأنه يكون مضافا إليه، لأنه يكون مضافا إليه. هذا ملخص باب أو قواعد الاستثناء بحسب الأداة. نقسمها أولا دراسة الاستثناء بحسب الأداة. واحد، المستثنى بإلا له ثلاث حالات كما ذكرنا. اثنان، المستثنى بما خلا وما عدا وما حاشا له حالتان، في حالة وجود ما وفي حالة عدم وجودها. ثلاثة، المستثنى بغير وسوى. ما بعد غير وسوى دائما يكون مجرورا بالإضافة، وغير تأخذ حكم ما بعد إلا على النحو الذي ذكرناه عندما تحدثنا عن إلا. عندما نراجع باب الاستثناء وفق التصنيف الآخر، عندما ندرس الاستثناء وفقا للحكم، ثانيا قواعد الاستثناء وفقا للحكم، فسنقسمه إلى ثلاثة أقسام أيضا. فواحد، المستثنى واجب النصب، متى يجب أن ينصب المستثنى؟ وهنا نقول إن المستثنى يكون واجب النصب في حالات: ألف، إذا كانت الأداة ما خلا وما عدا وما حاشا، هذا قلنا عندما كنا نتحدث عن الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، إذا وجدت ما يكون النصب واجبا لأنها ستكون هنا حتما أفعالا لا حروف، لن تكون حروفا، وفي هذه الحالة يكون النصب واجب. باء، إذا كانت الأداة إلا، إذا كانت الأداة إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى ذكرناها وهي الأسلوب التام المثبت. في حالة الأسلوب التام المثبت يجب النصب، نجح الطلاب إلا زيدا، هذا أسلوب تام مثبت، وفي هذه الحالة النصب يكون واجبا. الحالة الثانية التي يجب فيها النصب مع إلا، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، وهو استخدام نادر في العموم، يعني إذا نسيتموه لن توجد مشكلة، لأنه يندر أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه. يعني إذا قلت ما لي إلا أخاك ناصر، ما لي إلا أخاك ناصر، الجملة أصلها ما لي ناصر إلا أخاك، في هذه الحالة إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه يكون النصب واجبا، سواء كان الأسلوب مثبتا أو منفيا. والشاعر يقول وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، التقدير أصل التركيب، وما لي شيعة إلا آل أحمد صلى الله عليه وسلم، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فلما قدم
المستثنى على المستثنى منه وجب النص، وتقول ما قام القوم إلا زيدا وما قام إلا زيدا القوم، يعني هذا نادر الاستخدام لكننا يمكننا أن نستخدم هذا الأسلوب، أو يمكن أن نراه في جملة من الجمل. الحالة الثالثة التي يجب فيها النصب بعد إلا هي حالة ما إذا كان الأسلوب منقطعا، إذا كان أسلوب الاستثناء منقطعا في هذه الحالة يجب النصب. يجب النصب. ما معنى الأسلوب المنقطع؟ الأسلوب المنقطع عكس الأسلوب المتصل، في الأسلوب المتصل يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، لكن في الأسلوب المنقطع لا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. فنقول حضر الطلاب إلا أستاذا، يعني بعضكم سيقول هل هذا يجوز؟ نعم، استخدم في العربية، تستخدم إلا بمعنى لكن في هذه الحالة، يعني حضر الطلاب لكن أستاذا لم يحضر، في هذه الحالة النصب يكون واجبا، وهو أسلوب قليل لكنه موجود، يعني حتى في القرآن الكريم ستجدون استخدام إلا بمعنى لكن، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. في هذه الحالة إبليس ليس من الملائكة، فنقول إن الأسلوب منقطع، الأسلوب منقطع إلا بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس، لكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ونقرأ في القرآن أيضا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس من العلم، الأسلوب هنا منقطع. ونقرأ أيضا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فالسلام ليس من اللغو فهو منقطع، الأسلوب منقطع. وفي آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فالسلام ليس من اللغو، الأسلوب هنا منقطع، الأسلوب هنا منقطع. وفي حالة الأسلوب المنقطع يكون النصب واجبا. إذن وجوب النصب يكون إذا كانت الأداة ما خلا وما عدا وما حاشا في وجود ما، ويكون إذا كانت الأداة إلا والأسلوب تام مثبت، أو كانت إلا وتقدم المستثنى على المستثنى منه، أو كانت إلا وكان الأسلوب منقطعا. وفي بعض النصوص القديمة ستجدون الاستثناء يكون بليس، وهو أيضا واجب النصب، تقول حضر الطلاب ليس زيدا، لكن هذا لم يعد مستخدما، أو حضر الطلاب لا يكون زيدا، يعني لا يكون الحاضر زيدا، النصب هنا يكون واجب، لكن هذا النمط من أنماط الاستثناء لم يعد مستخدما. في الحديث النبوي الشريف ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، يعني هذا استخدمت ليس هنا بمعنى إلا بمعنى الاستثناء، فالسن هنا تكون منصوبة على أنها خبر ليس في كل الحالات. واستخدمت إلا في رواية أخرى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، وفي رواية ثالثة لم يستخدم الاستثناء وأدي المعنى بدون أداة من أدوات الاستثناء، في رواية أبي داود والترمذي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، واستخدمت غير في رواية ابن ماجه، المعنى واحد في كل الحالات. وعلى أي حال هذا الاستخدام لم يعد موجودا الآن، نحن نستخدم إلا غالبا، نستخدم إلا غالبا
في الاستثناء. إذن الحالة الأولى عندما ندرس الاستثناء على أساس الحكم وفقا للحكم هي حالة وجوب النصب، ويمكننا أن نذكر أن ما يستخدم فعلا في هذه الحالة هو أن تكون أداة الاستثناء ما خلا وما عدا، وأن تكون أداة الاستثناء إلا والأسلوب تام مثبت. في هذه الحالة يكون النصب واجبا. الحالة الثانية عندما ندرس أسلوب الاستثناء وفقا للحكم هي حالة جواز النصب، أن يكون النصب جائزا، أن يكون النصب جائزا. والنصب يكون جائزا إذا كانت الأداة كما نذكر خلا عدا حاشا. في هذه الحالة إذا كانت الأداة خلا عدا حاشا في هذه الحالة يكون النصب جائزا، ويجوز أيضا الجر. النصب كما قلنا على أن هذه الكلمات أفعال، والجر على أنها حروف، الجر على أنها حروف. الحالة الثانية من حالات جواز النصب هي أن تكون الأداة إلا ويكون الأسلوب تاما منفيا كما ذكرنا من قبل. في هذه الحالة يجوز النصب ويجوز الإبدال. ما فهم الطلاب إلا عليا، أو ما فهم الطلاب إلا علي، ما فهم الطلاب إلا عليا، أو ما فهم الطلاب إلا علي، يجوز النصب ويجوز الإبدال. الحالة الثالثة من حالات المستثنى عندما ندرسه وفقا للحكم هي أن يمتنع النصب، أن يكون النصب ممنوعا على الاستثناء، وهذا في حالة الاستثناء بغير وسوى. المستثنى يجب أن يجر لأنه سيكون مضافا إليه. تقول أحب البقوليات غير العدس، أحب البقوليات غير العدس، العدس هنا واجب الجر. ويمكن أن نلحق بهذا النوع ما يسمى بالاستثناء المفرغ، فتقول ما فهم إلا محمد لا يجوز النصب، سيعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة، وهو هنا فاعل، وهو هنا فاعل. وكما قلت لكم يمكن أن نستبعد هذا الأسلوب من باب الاستثناء أصلا ونريح أنفسنا، فإلا يمكن أن نقول إنها تستخدم للاستثناء وتستخدم للقصر أو للحصر، وهذا أمر شائع جدا. كما نستخدم ما للنفي، ما حضر علي، ما تستخدم للنفي، ويمكن أن تستخدم اسما موصولا، تقول أعاد صديقي لي ما أعطيته له، فما هنا يعني أعاد صديقي لي الذي أعطيته له. فإلا يمكن أن نقول إنها تستخدم للاستثناء وتستخدم للقصر أو الحصر، وهذا أسلوب آخر يختلف عن أسلوب للاستثناء. إذن يمكننا أن ندرس الاستثناء بطريقتين، وفقا للأداة ووفقا للحكم. والشكل الذي أمام حضراتكم يوضح هذا الأمر. تعالوا نصنع بعض التدريبات التي تساعدنا على أن تترسخ أحكام الاستثناء في أذهاننا. التدريب الأول أيضا تدريب للمراجعة، يستخدم لمراجعة باب الاستثناء، ولا نحتاج الآن للمراجعة التفصيلية، لكن عندما تحل هذا التدريب فأنت تراجع باب الاستثناء. يعني مذاكرة الاستثناء تكون بالطريقة التالية: نأخذ تصنيفا من التصنيفات ونراجع ونذاكر التفاصيل على أساسه، وليكن الاستثناء بحسب الأداة،
ثم بعد ذلك نأخذ التصنيف الآخر لكي نراجع الأحكام من خلاله، وليكن الاستثناء بحسب الحكم. وهذا التدريب المصطلحات، عرف المصطلحات، نراجع به أيضا قواعد الاستثناء. عرف المصطلحات التالية: الاستثناء والمستثنى منه، المستثنى أداة الاستثناء، الأسلوب الموجب، الأسلوب التام المنفي، الأسلوب الناقص المنفي، الاستثناء المتصل، الاستثناء المنقطع، الاستثناء المفرغ. هنا نراجع المعلومات الرئيسة بقيامنا بحل هذا التدريب. التدريب الثاني يقول: كون أساليب استثناء تستثني الكلمة الثانية في العمود الأيمن من الكلمة الأولى، مستخدما الأداة الموجودة في العمود الأوسط كما في المثال الأول. الأصدقاء زيد، والأداة الموجودة في العمود الأوسط هي إلا. نحن المطلوب منا أن نستثني الكلمة الثانية وهي زيد من الكلمة الأولى وهي الأصدقاء. نقول: سلمت على الأصدقاء إلا زيدا. سلمت على الأصدقاء إلا زيدا، هذا أسلوب تام مثبت، إذن ما بعد إلا يكون واجب النصب. إذا كان تاما منفيا يجوز أن أقول: ما سلمت على الأصدقاء إلا زيدا، أو ما سلمت على الأصدقاء إلا زيد بدل من الأصدقاء. الفاكهة التفاح، العمود الأوسط يقول: استخدم غير، يعني أحب الفاكهة، أحب الفاكهة غير التفاح، أحب الفاكهة غير التفاح. الأسلوب تام مثبت، سننصب غير، فأقول أحب الفاكهة غير التفاح. طب وإذا وجدت ما أحب الفاكهة غير التفاح، سيكون النصب موجودا أيضا في الحالتين، حالة الإبدال وحالة النصب على الاستثناء. أشهر السنة: شهر رمضان. أشهر السنة: شهر رمضان، يعني يمكنك أن تقول: لا أصوم أشهر السنة إلا شهر رمضان. لا أصوم أشهر السنة، أو لا أصوم في أشهر السنة إلا شهر رمضان. في هذه الحالة الأسلوب تام منفي، لا أصوم في أشهر السنة إلا شهر رمضان، يجوز أن تنصب، ويجوز إذا كانت الجملة في لا أصوم في أشهر السنة يجوز أن تنصب ويجوز أن تجر. الكتب المقررة ما عدا، قرأت الكتب المقررة ما عدا كتاب النحو. في حالة ما عدا النصب سوف يكون واجبا، لأن ما دخلت على عدا، وإذا دخلت ما على عدا في هذه الحالة سوف تكون الكلمة فعلا، وإذا كانت الكلمة فعلا فالنصب سوف يكون واجبا. وهكذا طبعا يمكن التدريب موجود في الكتاب، يمكن لحضراتكم أن تقوموا بحله. التدريب الثاني يقول: استخدم أداة الاستثناء الموجودة في العمود الثاني، وقرأ جملة الاستثناء قراءة سليمة، وضبطها بالشكل ضبطا كاملا. غاب الطلاب وحضر علي. غاب الطلاب وحضر علي، سنستخدم الأداة إلا. علي هو الذي حضر، فإذا استخدمت الأداة إلا تثبت الحضور للطلاب، فتقول: غاب الطلاب إلا عليا، يعني علي لم يغب والطلاب غابوا، إذن علي حضر. غاب الطلاب إلا علي. ويمكنك أن تقول: ما حضر إلا علي. ما حضر إلا
علي هو الذي حضر. يعني هذا التدريب المقصود به أن نفهم معنى الاستثناء، أن نفهم معنى الاستثناء. فالاستثناء هو أن تخرج اسما من حكم ثبت لاسم آخر في بداية الجملة. قرأت الكتب كلها لكنني لم أقرأ كتاب النحو. هنا أنت قلت إنك قرأت الكتب كلها لكنك استبعدت استدركت على نفسك وقلت إنك لم تقرأ كتاب النحو. يمكن أن تؤدي هذا المعنى بالاستثناء فتقول قرأت الكتب كلها ما عدا كتاب النحو، ما عدا كتاب النحو. الجملة الثالثة: نجح الأصدقاء في الامتحان أما زيد فلم يوفق. هذه طريقة أخرى في التعبير عن معنى الاستثناء. يعني هذا التدريب المقصود به أن نفهم معنى الاستثناء. معنى باب الاستثناء هو الإخراج، هو الطرح. نجح الأصدقاء في الامتحان أما زيد فلم يوفق، إذا أقول نجح الطلاب في الامتحان إلا زيدا، زيد لم ينجح. دخلنا المسابقة بينما تأخر أشرف بسبب المواصلات، عدا يبقى دخلنا المسابقة جميعا عدا أشرف، عدا أشرف لم يدخل المسابقة. تبدل كل من حولي بعد تغير أحوالي باستثناء محمد. يبقى تبدل كل من حولي إلا محمدا، تبدل كل من حولي إلا محمدا. وفق الأصدقاء في الحصول على عمل بينما لا يزال زيد يبحث ويبحث. وفق الأصدقاء في الحصول على عمل خلا زيد. وفق الأصدقاء في الحصول على عمل خلا زيدا أو خلا زيد. طالب واحد فحسب هو الذي رسب في الامتحان. أقول ما رسب في الامتحان غير طالب، ما رسب في الامتحان غير طالب. المقصود بهذا التدريب ولذلك أنا أطلت فيه هو أن نفهم فكرة الاستثناء، أن نفهم معنى الاستثناء. التدريب الذي بعد ذلك يقول لحضراتكم: اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية مستثنى في ثلاث جمل من عندك بحيث تكون واجبة النصب مرة وجائزة النصب أخرى وممتنعة النصب في مرة ثالثة. فالكلمة الأولى النحو نريد أن نجعلها واجبة النصب. يمكننا أن نقول ذكرت المقررات الدراسية إلا النحو. هذا أسلوب تام مثبت واجب النصب. نريد أن نجعلها جائزة النصب، ننفي ما ذكرت المقررات إلا النحو. ما ذكرت المقررات إلا النحو، هذا جائز النصب. أو ما ذكرت المقررات خلا النحو، أو ذكرت المقررات خلا النحو. في هذه الحالة يجوز أن ننصب ويجوز أن نجر. ممتنع النصب لا يجوز أن ننصب، فيمكننا أن نقول ما ممتنع النصب على الاستثناء، أو ممتنع النصب أقول ما ذكرت غير النحوي. هنا لا يجوز أن أنصب لأنه سيعرب مضاف إليه، سيعرب مضاف إليه. كلمة الصابرون يمكن أن نقول يتعب الناس نفسيا إلا الصابرين، يتعب الناس نفسيا إلا الصابرين، هذا أسلوب تام مثبت. يبقى في هذه الحالة يكون المستثنى واجب النصب. ويمكنك أن تقول ما يرتاح الناس نفسيا إلا الصابرون أو إلا الصابرين، هذا جائز النصب، هذا جائز
الذي لا يجوز أن ينصب تقول ما يرتاح إلا الصابرون. في هذه الحالة ستعرب كلمة الصابر، ستعرب كلمة الصابرين بحسب موقعها في الجملة، فنقول ما يرتاح إلا الصابرون، يعني ستكون فاعل، المعنى يرتاح، يرتاح الصابرون. الكسول، ينجح الطلاب جميعا إلا الكسولة، أو ما خلا الكسولة، في هذه الحالة النصب واجب. طيب نريد أن نجعل النصب جائز، ينجح الطلاب خلا الكسولة، خلا الكسولة أو خلا الكسولة، نريد أن تكون الكلمة ممتنعة النصب، نقول ما يرسب، ما يرسب غير الكسول، ما يرسب غير الكسول، في هذه الحالة يكون النصب ممتنع، لأن ما بعد غير يجب أن يجعل. يمكنكم أن تكملوا بقية التدريب. التدريب الذي بعد ذلك يقول احذف المستثنى منه وأعد كتابة الجملة كما في المثال الأول. المثال الأول يقول حضر الطلاب إلا عليا، سنحذف المستثنى منه وهو الطلاب، فسيكون الاستثناء مفرغا، ما حضر إلا علي، في هذه الحالة يعرب بحسب موقعه في الجملة، ما حضر إلا علي، ما حضر إلا علي لأنه فاعل، وإذا استخدمت غير فستقول ما حضر غير علي، ما حضر غير علي. قابلت الأصدقاء إلا زيدا، نحذف الأصدقاء، ما قابلت إلا زيدا، ومع غير، ما قابلت غير زيد. أعجبني الطلاب إلا طالبين، أعجبني الطلاب إلا طالبين، إذا حذفت المستثنى منه ستقول ما أعجبني إلا طالبان، فاعل، ما أعجبني إلا طالبان، أو ما أعجبني غير طالبين، ما بعد غير يكون مضافا دائما. كرم الفائزون إلا واحدا، كرم الفائزون إلا واحدا، ما كرم إلا واحد، وما كرم غير واحد، ما كرم غير واحد. قرأت المقالة إلا صفحتين، ما قرأت إلا صفحتين مفعول، وما قرأت غير صفحتين. وأرجو أن تكملوا بقية التدريبات الموجودة في الكتاب، لأنها تساعدنا كثيرا على فهم باب الاستثناء. هذه التدريبات مصنوعة بعناية بحيث يدرب كل منها على قاعدة من القواعد، أو يساعدنا على فهم فكرة من الأفكار المهمة، فأرجو أن تقوموا بحل بقية هذه التدريبات، ونستكمل إن شاء الله بقية مخصصات الاسم في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.